وبالتالي الهدف الأساسي هو التحرك خارج الدولة ضد الدولة وبدون التعاطي معها. كانت محاولة لتنظيم أنا بعتقد علاقة مستحيلة بين ما يسمى بالدولة وما يسمى بالثورة، لأن منطق الدولة في النهاية يتعارض ويتناقض مع موقف الثورة وبالعكس. تألفت حكومة لبنانية جديدة ترأسها رشيد كرامي، كان وزير الداخلية فيها كمال جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. وتمكن جنبلاط لفترة من التفاهم مع الفلسطينيين على الالتزام النسبي باتفاق القاهرة، وهناك من يثني على دوره في حفظ الاستقرار الداخلي ايضا. نجد كمال جنبلاط منفردا دون حراس ليواجهنا، وقد كنت انا وسائر قيادات الحركة الوطنية والثورة الفلسطينية على رأس مظاهرة نحاول النزول الى ساحة رياض الصلح. جاء وحده يقول يا اخوان اتفقنا ألا تنزلوا المظاهرات الى وسط المدينة، ارجعوا الى هناك. بحركة من اصبعه تحولت عشرات الالوف الى كورنيش المزرعة، من البشورة الى كورنيش المزرعة بدلا من ان تنتقل الى ساحة رياض الصلح. لو انه حشد 5000 جندي انذاك لما استطاع. كانت مشكلة لبنان في أن العرب قد أقروا بدوره كدولة مساندة وليس دولة مواجهة في الصراع مع إسرائيل، إلا أنهم تصرفوا عكس ما قالوا. هذا الحل أعتقد منذ اللحظة الأولى لم يكن ممكنا، كان من الصعب هذا التطبيق، أي أن على المقاومة إبلاغ الجيش اللبناني عن طريقة تحركها باتجاه نقطة عسكرية إسرائيلية معينة في مناطق الحدود، وأن يغطي الجيش اللبناني ذلك بأن يدرك ما معناه هذا الدخول وأن يتركه يتم، وأن يعود المقاومون بدون أي إشكال من خلال طرق معينة يجري الاتفاق عليها. هذا ممكن لو كانت الدولة اللبنانية دولة مواجهة وليست دولة مساندة. في جزء من هذا الكلام فيه تحميل للدولة اللبنانية أن تتحول عمليا إلى دولة مواجهة. كان موقف الدول العربية إجمالا الله يسعد الفلسطيني ويبعده، يعني طالما هو عم بحارب بأرض غيري أو عم بتحرك من مناطق لا تهدد أمني القطر المباشر فلا بأس من التأييد. وهنا يعني إذا أردت أن أكون منصفا فأقول أن الدول العربية يعني موقفها غير الواضح أو المرائي إن شئت، المنافق إن شئت، تسبب في مد أمد الخلاف اللبناني الفلسطيني، وفي مجمل ما ترتب على هذا الخلاف اللبناني الفلسطيني من مشاكل امتدت حوالي 20 سنة. وإضافة إلى سوء توزيع الثروة في البلاد والفروقات الطبقية الكبيرة، كانت مشكلة لبنان أيضا أن اللبنانيين أنفسهم اختلفوا على هوية بلدهم وخطه السياسي. هذا الانقسام اللبناني هو الذي أدى إلى المأزق الذي عناه لبنان فيما بعد، عندما أثبتت العوامل الإقليمية التي نعود إليها مجددا أن الهدنة الإقليمية لم تعد قائمة، وبالتالي أصبح حكما ولزاما على لبنان أن ينغمس في هذا الصراع، ليس فقط لأن العرب أرادوا له أن ينغمس، ولكن لأن جانبا أساسيا من اللبنانيين أرادوا أن ينغمس لبنان في هذا الصراع. عندما جاءت المقاومة الفلسطينية، عندما حدثت حرب نكسة حرب 67، لم يكن هذا الأمر فقط صدمة للفلسطينيين. أنا أعتقد أن نكسة حرب 1967 كانت ربما أكبر صدمة عانى منها الوضع العربي ولا يزال يعاني منها حتى الآن بعد مرور أكثر من 30 عاما عليها. شهد عام 1970 أربعة أحداث كانت حاسمة في تحديد اتجاه المشرق العربي لعقدين من الزمن. طفح الكيل عند العاهل الأردني الملك حسين فأمر قواته بسحق الفدائيين الفلسطينيين بعدما قويت شوكتهم في الأردن وباتوا ينافسونه في البلاد، فكانت الأحداث التي عرفت بأيلول الأسود.
رعى الرئيس عبد الناصر مصالحة فلسطينية أردنية في القاهرة بحضور عربي موسع. وما لبث أن توفي عبد الناصر بعد ساعات قليلة. في سوريا أطاح انقلاب سمي حركة تصحيحية قاده وزير الدفاع الفريق حافظ الأسد برجل النظام القوي صلاح جديد والرئيس نور الدين الأتاسي. وفي لبنان انتخب سليمان فرنجية المعروف بعلاقاته الوثيقة بالأسد رئيسا للبلاد. وصل فرنجية إلى الحكم بفارق صوت واحد عن مرشح النهج الشهابي إلياس سركيس. اقترع كمال جنبلاط بالصوت الذي رجح كفة فرنجية، وهو قرار ندم عليه جنبلاط بعد سنوات قليلة. كانت خلفيات هذا القرار تعود إلى العام السابق عندما اتهم لبنان الاتحاد السوفيتي بمحاولة سرقة إحدى طائرات الميراج من أسطول سلاحه الجوي لفحصها ودراستها. أعلنت مخابرات الجيش أنها أحبطت المحاولة، وأصيب دبلوماسي سوفيتي خلال تبادل لإطلاق النار مع ضباط لبنانيين. ونفت السفارة السوفيتية الاتهامات جملة وتفصيلا. مخابرات العسكرية فضحت هذا الأمر، عملت أزمة مع الاتحاد السوفيتي، مما جعل الاتحاد السوفيتي يطلب من كمال جنبلاط حليفه ومن الفلسطينيين حلفائهم أنه ما يوقفوا مع إلياس سركيس الرجل الاعتدال ورجل العلاقات يعني شهابية العلاقات مع مصر، بل أن يتجهوا إلى دعم رجل متصلب ومتشدد كالرئيس سليمان فرنجي. يقابل هذا تفسير آخر لقرار جنبلاط. اعتمد مرة أخرى خديعة تمثلت أولا في تنصل من الالتزامات التي قدمها الرئيس سليمان فرنجي لكمال جنبلاط والحركة الوطنية اللبنانية ثمن الانتخابه في رئاسة الجمهورية بديلا عن انتخاب الرئيس إلياس سركيس، وقد كان التعهد بالحفاظ على هذا النهج حيال تطبيق اتفاق القاهرة وحرية الأحزاب اليسارية التي أعطيت آنذاك بقرار من وزارة الداخلية التي كانت تولاها كمال جنبلاط. قام الرئيس فرنجية بتفكيك أجهزة مخابرات الجيش المكتب الثاني ومحاكمة بعض ضباط هذا الجهاز، وهو أمر يعتبره سياسيون لبنانيون أساسيا في إضعاف الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة. التجربة يلي قام فيها رئيس فرنجي سواء تحت ضغط الرأي العام أو تحت ضغط بعض التيارات السياسية أو عن أنا عملنه يمكن من اثنين سوا، نتائجها برهنت على أنه كان للجماعة دور إيجابي وفايدة كبيرة بلبنان. صار في مرحلة ضربت فيها أجهزة الأمن الداخلية اللبنانية بسبب بحجة الديمقراطية وتعرضها للسياسة الداخلية، يعني اللي ما كان يسمى بالمخابرات والشعب التاني اللبناني. هذا كان جزء أضعف كتير يعني وضع الدولة والإمساك بالشأن الأمني. بدون شك أنه لو ما صار فيه قمع لعملية المكتب التاني يلي صارت عملية سياسية أكثر ما هي عملية استراتيجية، بدون شك سياسية محلية، ساهم بشكل أو بآخر بإضعاف قوة نفوذ الجيش لدى المنظمات الفلسطينية وقدرة سيطرته على، بدون شك أنه ساهم بهالقصة. كان الفلسطينيون قد أصبحوا قوة يحسب لها حساب في لبنان، وقد انتقل إليه رسميا مقر منظمة التحرير الفلسطينية عام 1972. حتى اللواء فؤاد الشهاب وكان قد خرج من الحكم وأصبحنا في عهد الرئيس شرح وخليفته قال لي أنه فات الأوان لضبط العمل الفلسطيني، ولا بد للبنان من أن يتعامل مع الفداء الفلسطيني مع القيادة الفلسطينية معاملة الدولة المضيفة لحليف له.
احتدم الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشهد عام 72